هنا قلب مدينة مأرب، وهكذا هي حركة السير فيها. ما إن ينتصف النهار إلا وتصل الحركة ذروتها في مركز المحافظة، وتبدو الشوارع الرئيسية في المدينة على هذا النحو من الزحام والتدافع. وعادة ما تتوقف حركة السير لساعات طويلة، فالمدينة المكتظة بالنازحين والمستثمرين فضلا عن سكانها الأصليين يعانون من مشكلة حقيقية نتيجة هذا الزحام الذي يعد سببه الرئيسي كثرة المركبات الصغيرة والتي تعمل كوسائل نقل داخل المدينة، حيث تجاوز عددها 5000 مركبة، وجد أصحابها في مأرب بيئة مناسبة ومربحة للعمل. كل يوم في عندك زحمة، يعني الباصات ولا تروح أي مكان ثاني، تروح يعني على المسافة نص ساعة، تروح على مدة ساعتين. المرور ما عاد قدر يغطي. نطالب السلطة المحلية بفتح شوارع جديدة وبتوسيع المدينة. مأرب التي تتسع يوما بعد آخر نتيجة عوامل كثيرة، من بينها الحركة التجارية والاستقرار الأمني، دفع بالكثيرين إلى استغلال هذا الظرف، حيث بدت سوقا كبيرة لوسائل النقل والمركبات الكبيرة وحتى الدراجات النارية، لتبدو المدينة بشبكة طرقها المحدودة والمتواضعة غير قادرة على استيعاب هذا الكم المهول في عدد المركبات. وفي مقابل ذلك تقول المعلومات أن شرطة السير فيها والمعول عليها تنظيم الحركة غير الاعتيادية، كما تعاني من شحة حادة في الإمكانات المادية والبشرية التي لا يتجاوز عدد منتسبيها 40 فردا تنقصهم أبسط لوازم العمل واحتياجاته. نحن نقوم بحمل الضبط لتلك الباصات التي توصل إلى المحافظة وهي جديدة. هناك انفراجة إن شاء الله لإنهاء الازدحامات المرورية مع توسعة بعض الشوارع وإيجاد الدائرية الغربي، وهذا سيفك الخناق كثيرا على الشوارع الداخلية للمحافظة. تحديات وصعوبات كثيرة في ظل عجز بدا واضحا في معالجات السلطات لمشكلة الزحام في شوارع المدينة حتى اللحظة، غير أن مطالبات الناس للجهات المعنية بإيجاد حلول عاجلة وسريعة في سبيل تخليص المدينة من زحامها يستوجب من تلك الجهات العمل وفق استراتيجيات وخطط مدروسة تضمن سهولة الحركة والتنقل مستقبلا. ثمة مشكلة كبيرة يمثلها الزحام داخل المدينة إذن، وهو ما دفع الناس لمطالبات الجهات المعنية بالعمل بشكل أكثر جدية على إيجاد حلول ومعالجات حقيقية توازي التحولات المتسارعة لهذه المدينة. خليل الطويل، قناة بلقيس، مأرب.